السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. عباد الله، بالأمس كنا نهنئ بعضنا بعضا بقدوم رمضان، واليوم نعزي ونواسي بعضنا بعضا على فراق رمضان. وهل سيكون بعد هذا الرمضان رمضان آخر، أم أن هذا آخر رمضان في حياتنا؟ مع ذلك عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى كما وفقنا للصيام والقيام، ندبنا كذلك لمواصلة الأعمال بعد رمضان. وذلك أن هذا الشهر الذي بدأ اليوم، وهو شهر شوال، هو بداية أشهر الحج التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله. يا من لم تحج عليك أن تحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس ففهم أن الأمر للفور، ولكنه تساءل هل هو للتكرار، فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لا، ولو قلت نعم لوجبت عليكم ولما استطعتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. موجبه أن قرعة الحج الرسمية قد انتهت، لكن الوكالات لديها ربع عدد الحجاج، وقد تزيد ب 300 ألف رقية قليلا عن الدولة. ومن عنده أبقار، ومن عنده متاجر، ومن عنده أموال، فليحج قبل أن لا يحج، قبل أن يترك المال للورثة ويحرم نفسه من أداء هذا الفرض العظيم الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده أن يفعلوه. فقال سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم في الدنيا والآخرة، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. عباد الله، يا من لم يحج ينبغي لك أن تحج، إن استطعت إليه سبيلا،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، ويقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. على الأقل بالنسبة لمن لم يحج ينبغي أن يمني نفسه ويحدثها بالحج، حتى إذا مات كتب الله له أجر الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم حبسهم العذر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة الجاهلية. ورحم الله الشاعر حين قال: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لكم صيام 6 أيام من شوال، وذلك لأن عمل الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون متواصلا. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الصحيح: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وقالت تصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم: كان عمله ديمة، أي إذا عمل عملا واصله حتى وفاته صلى الله عليه وسلم. فينبغينا يا عباد الله إن استطعنا أن نصوم 6 أيام من شوال، وأجر ذلك كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وذلك لأن رمضان ب10 أشهر، الحسنة ب10 أمثالها، و6 أيام من شوال بشهرين 60 يوما، وذلك سنة كاملة ولا يشترط فيها التتابع. قد يصوم الإنسان يوم الاثنين ويوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيح أنه قال: ترفع الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس. زاد الترمذي في سننه: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وللصائم دعوة لا ترد، وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بلقائه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ذلك أن النار يؤتى بها يوم القيامة تسوق الناس إلى أرض المحشر، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 4,900,000,000 ملك يجرون النار وراء الناس، تقيل معهم حيثما قالوا وتبيت معهم حيثما باتوا، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين الخلائق فيرى بعضهم سبيله إلى الجنة ويجعل الله وإياكم منهم، ويرى بعضهم سبيله إلى النار والعياذ بالله. عباد الله، ينبغي لنا أن نواصل العمل بعد رمضان، وكما قال بشر الحافي رحمه الله تعالى: بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. في رمضان تمتلئ المساجد، يكثر الإنفاق، تفتح المصاحف، لكن حينما ينتهي رمضان نرمي مصاحفنا وراءنا. إن الذين أمرتهم أن يعدلوا نبذوا كتابك واستحلوا المحرم. يهجر القرآن تلاوة وتدبرا وفهما وتفهما ودعوة وعملا، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كذلك تهجر الجماعات والجمع، يجلس الناس في البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم بل على صحيح حديث عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات 5 حيث ينادى بهم، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع نبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولقد رأيتنا، وهذا وجه الشاهد، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإن الرجل يؤتى به يهادى أن يتمايل بين الرجلين حتى يقام في الصف، فما بال الأقوياء الأصحاء. عبد الله بن أبي مكتوم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأعمى الذي عاتب الله فيه نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه السورة 80 في القرآن، سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسكن بعيدا من المدينة: إذا سمع الأذان هل يبقى في بيته؟ قال: نعم. فلما ولى قال له: ماذا قلت آنفا؟ قال: أريد البقاء في البيت. قال: لا، إذا سمعت الأذان فحي هلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن أعطاه الله عينان، وما بالك بمن أعطاه الله رجلان، أعطاه الله عينين وأعطاه رجلين، فما بالك بمن أعطاه الله سيارة ومالا. فينبغي لكم عباد الله، وينبغي لنا جميعا أن نحافظ على هذه الصلوات. وختام الخطبة الأولى التذكير بهذا الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مرتبط بكل الأعمال: الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان كفارة، وبرواية: مكفرات ما بينهن ما لم تؤت كبيرة، أو إذا اجتنبت الكبائر، وذلك الدهر كله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، سأل الله سبحانه وتعالى المغفرة وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون وأسأل الله لي ولكم المغفرة.
تقول فتح صوتي وقل على بالله رب العالمين فتح صوتي فتح صوتي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. لا يستحق العبادة غيره، إياه نعبد وإياه نستعين. نسأله سبحانه وتعالى الثبات على الطاعات بعد رمضان. عباد الله، إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها والعياذ بالله. فكما أن الحج المبرور من علاماته أن يكون الإنسان بعده أكثر حبا للطاعة، فإن من علامات الصوم المقبول أن يواصل صاحبه المجيء إلى المسجد وقراءة القرآن والأذكار والاستغفار. بعضنا ونحن جميعا عبيد لله تعالى اضطرارا، بعضنا إذا أصابه مرض أو أصيب له شخص مهم في حياته يدعو الله تعالى، وقد لا يكون هذا الصوت صوتا معروفا عند الملائكة بخلاف من يدعو الله دائما، فإن الملائكة تقول يا رب صوت معروف من عبد معروف، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم ادعوا له ويستجيب الله تعالى. وكما صح في الحديث نحن عبيد لله اضطرارا، وكما قال الشاعر صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر ما صلى ولا صام. طلاب الباكالوريا وفقهم الله يدعون الله في السر والعلن في السجود والقيام أن يوفقهم للباكالوريا. المرضى يدعون الله تعالى أن يشفيهم، من ليس له ولد يدعو الله أن يرزقه ولدا صالحا. كل ذلك عبادة لله تعالى، والدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة، ومن لا يسأل الله يغضب عليه. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة، سوف إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله تعالى يقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فكما يعطينا الله ما نحب فينبغي أن نعود إلى الله، وكما يبتلينا الله بما لا نحب فينبغي أن نتوب إلى الله. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي فهلا إذ جاءهم بأس الله سبحانه وتعالى دعوا الله أن يرفع عنهم البلاء. يقول الشاعر مذكرا ببعض واقع الناس حينما ينتهي رمضان وكان والعياذ بالله مدمن خمر، يقول مخاطبا ساقي الخمر رمضان ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. يعود أهل المرياس وأهل الكرت إلى تضيع الأوقات، الليل والنهار يعملون فيهما وهم يضيعون الأوقات. يعود أهل قناة بينج سبورت لمتابعة ريال مدريد وبرشلونة وإلى متابعة ميسي وغيرهما. إذا سألت شخصا من أهل الرياضة عن خمسة من الصحابة لن يذكرك خمسة من العشرة المبشرين بالجنة. تسأله عن حياة رونالدو يقولك اسمه وطوله وعرضه ورقمه الذي يلعب فيه وثمن عقده في حياته. إنه لمن العيب، إنه لمن العيب أن نعرف عن الكفار أكثر ما نعرف عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعود النسوة إلى متابعة قنوات بوليوود وقنوات الام بي سي وقنوات العشق الممنوع وزنا المحارم والكذب والنفاق والزنا والعياذ بالله، والآباء والأزواج عن ذلك غافلون أو متغافلون. والديوث لا يدخل الجنة، والديوث هو الذي لا يغار على أهله. بعد رمضان ننسى أننا عبيد لله، فنعود عبيد فنصير عبيدا للدرهم والدينار. والنبي صلى الله عليه وسلم ذم ذلك وقال تعس عبد الدينار والدرهم، تعس وانتكش وإذا شيك فننتقش، كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن عبيد لله اختيار اضطرارا، فينبغي أن نكون عبيدا لله اختيارا، وينبغي أن يكون شعارنا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والعبادة عبادتان، عبادة عامة وهي كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق الخلافة في الأرض ويخدم عباد الله، وعبادة خاصة وهي الواجبات الخمس في الإسلام. عباد الله، لا أريد أن أطيل عليكم، لكني أذكركم بآيتين من كتاب الله كلما مررت بهما يعلم الله أني أتأثر كثيرا، وقد رأيت فيهما عجبا في كثير من الناس. وسبحان الله، من كان يقرأ القرآن ثم توفي بعدهما لا بد أن يكون له قبل موته تأثير. يقول الله سبحانه وتعالى أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. من يمر بهذه الآية يرى تحذيرا على الطريق، كما نرى تخفيفا للسرعة. الناس الذين يذهبون بجوك ينقصون السرعة ويدعون الله تعالى ويخافون. حينما تضطرب الطائرة، حينما تضطرب السفينة، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. حينما نسمع هذه الآية ينبغي أن ترتعد فرائصنا وأن نخاف مما أمامنا وأن نستعد للهول الذي سنواجهه، ونسأل الله تعالى أن يخفف عنا وعنكم. أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون.
أما الثانية والأخيرة فإن الله سبحانه وتعالى يبتلينا في كل مرة في كل عام مرة أو مرتين بموت عزيز أو بفقدان سيارة أو بفقدان وظيفة أو بمرض أو بألم في أعضائنا، والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نعود إليه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، ما هي عاقبة ذلك؟ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ثم لا يتوبون. إذا أصابتك مصيبة يا عبد الله، للمصيبة أمران سببان، أحدهما أن يكون الله قد اختارك، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، ومن يريد الله به خيرا يصيب منه، كل هذه أحاديث صحيحة، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى لا يدع عليه ذنبا. لكن في الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى، وهذا بسبب ذنوبنا، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والله سبحانه وتعالى يقول، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وكثير من الله كثير. الله تعالى يعفو عما ننظر إليه بعيوننا، عما نتكلم به ونتلقفه بألسنتنا، عما نستمع إليه بأعيننا، عما نأكله مما حرم الله، عن الربا الذي قد انتشر وعم، عن النفاق والكذب والمدارات التي عمت في حياتنا. والله سبحانه وتعالى يبتلينا في كل ذلك. ينبغي أن نتذكر هاتين الآيتين قبل الدعاء إن شاء الله، سأعيدهما إن شاء الله تعالى، أسأل الله تعالى أن ينفع بهما. أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. يقول الله سبحانه وتعالى، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر رمضان ووفقتنا للصيام والقيام وقراءة القرآن. اللهم كما وفقتنا لذلك فتقبله منا يا رب، وتجاوز عما كان فيه من خطأ أو زلل أو غلط أو نسيان. اللهم يا رب تقبل صيامنا وقيامنا، واجعلنا ممن وفقتهم لقيام ليلة القدر يا رب العالمين، ومحوت عنهم كل وزر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما سلف وكان، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها عمدها وخطاها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا كل ذنب، واستر لنا كل عيب، وأصلح حالنا ويسر أمورنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، أكرمهم أحياء وأمواتا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لميتهم في هذه الساعة يا رب العالمين، وانزل على قبره شآبيب الرحمة، وافسح له في قبره مد البصر. اللهم اجره من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم انزل عليه بركات من عندك، وانزل عليه سلاما منا يا رب العالمين. اللهم يا رب اغفر لهم ما ضيعوا من حقوقك من أجل حقوقنا. اللهم كما قدمونا فقدمهم، كما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، أجزل مذوبتهم يا رب العالمين. رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اشف حيهم واهده وعافه، وأطل في عمره واختم له بخير، وبارك له في علمه وعمله وأهله وماله. اللهم اغفر له كل ذنب، واستر له كل عيب، وارزقنا وإياه حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأساتذتنا وعلمائنا ومشايخنا ودعاتنا وأهل الخير فينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن أحسن إلينا، واغفر لمن أسأنا إليه، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا. اللهم اهد النساء المسلمات، واجعلهن مؤمنات محجبات. اللهم ارزقهن الستر والكفاف والعفاف والغنى، واحفظهن اللهم أن يفتننا ويفتننا يا رب العالمين. اللهم اهد أولادنا وأصلحهم يا رب العالمين، واحفظهم من كل سوء وبلاء، واحفظهم من سوء الأصحاب يا رب العالمين وأصحاب السوء يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج كروبنا وكرب المسلمين، واقض اللهم الدين عن المدينين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا داء
دين إلا قضيته، ولا مريض إلا شفيته، ولا مبتر إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا حفظته وأرجعته سالما غانما يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال أهل هذه المدينة والولاية والدولة يا رب العالمين. اللهم أدم عليهم نعمك وعافيتك واجعلهم من الشاكرين يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبلادك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إن لنا إخوة يعانون من الضنك واللواء في كل مكان. اللهم فارفع عنهم البلاء يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبادك المسلمين المستضعفين في كل مكان. فرج عنهم في الصين وفي بورما يا رب العالمين، وفرج عنهم يا رب في مصر وسوريا يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة والمفسدين يا منتقم يا جبار، عليك بالسيسي والبشار. اللهم إنهم قتلوا الرجال والنساء والأطفال. اللهم فاقصهم عددا، اللهم فاحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم اشدد وطأتك عليهم يا رب العالمين، واجعلها عليهم سنين كسن يوسف يا رب العالمين. اللهم ربنا اطمس على أموالهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. اللهم اجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم اهلك حرثهم واغرق نسلهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن عبادك المحاصرين في غزة وفلسطين. اللهم احفظ أهل بيت المسجد الأقصى يا رب العالمين، ومنهم في أكناف المسجد الأقصى يا رب العالمين، واحقن دماء المسلمين في ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا، اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اهد ولاتنا وولاة أمور المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة، ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد معارضتنا يا رب العالمين، ووفقها لما تحب وترضى، واهد أهل الإعلام والمعلمين فينا يا رب العالمين، وأهل الثقافة والفكر يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال هذه البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان إلى يوم التناد. رد عنها يا رب زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه، وإنا فيه مكرك الذي لا يرد عن قول المجرمين. اللهم ترى مكاننا وتسمع كلامنا وترى حالنا، أصلح حالنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لا نعلم. نسألك يا رب من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا رب من الخير فوق ما نرجو، نسألك يا رب من الخير فوق ما نرجو، ونعوذ بك يا رب من الشر فوق ما نحذر، ونعوذ بك من الشر يا رب فوق ما نحذر. قلت وقولك الحق المبين وأنت أصدق القائلين. نسأل الله من فضلك. اللهم يا ذا الفضل العظيم إنا نسألك من فضلك العظيم. قلت وقولك الحق المبين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، نسألك المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك يا رب دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم تب علينا يا رب العالمين، واغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس. اللهم كما سترتها في الدنيا فاسترها في الآخرة يا رب العالمين. لا تكشف سترك عنا يا رب العالمين. ربنا غلبنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. لا تنسوا الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة سورة الكهف وزيارة القبور، فإنها تذكركم الآخرة ولا تقول هجرا. أقيم الصلاة، يغفر الله لكم. Thank you.
استقيموا واقتربوا اذا اقترب قلوبكم.